مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلاب الصف العاشر، نلتقي اليوم في درس جديد من دروس الكيمياء بعنوان مفهوم المول والحسابات الكيميائية، الوحدة الثانية، التركيب والروابط في المادة. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يستنتج أن المول الواحد من أي مادة يحتوي على 6.02 ضرب 10 قوة 23 من الوحدات البنائية. ثانيا تحل مسائل حسابية عديدة على العلاقة الرياضية التي تربط المول بعدد أفوغادرو وبعدد الوحدات البنائية. لديك الجدول الآتي. من الجدول الآتي الجدول الدوري: سؤال، ما الكتلة الذرية النسبية للكربون؟ كما نعلم بأن الكربون يقع المجموعة الرابعة، الكتلة الذرية النسبية له 12. نعم صحيح، إذن الكتلة الذرية للكربون 12 AMU. ما الكتلة الجرامية للكربون؟ نعم صحيح، 12 جرام. الكتلة الذرية الجرامية يساوي الكتلة الذرية النسبية وتقاس بوحدة الجرام. سؤال، هل يمكن عد الذرات التي تحتوي عليها الكتلة الذرية لأي عنصر؟ مثلا الكربون الكتلة الذرية النسبية له 12 AMU، هل يمكن عدد الذرات الموجودة في 12؟ تتكون المادة من عدد هائل من الوحدات البنائية من الذرات أو الجزيئات أو الأيونات أو وحدات الصيغ الكيميائية، ولما كانت كتلة الذرة الواحدة صغيرة جدا تقارب 10 قوة 23 جرام فإنه يصعب التعامل معها مباشرة، وقياس كتلها في المختبر أو في المصنع باستخدام الميزان الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن عد تلك الوحدات البنائية بشكل مباشر في عينة من المادة. ولهذا بحث الكيميائيون عن طريقة مناسبة لعد وقياس الوحدات البنائية ليسهل التعامل معها عمليا، وتوصلوا إلى استخدام مصطلح الكتلة الذرية الجرامية للعنصر. والكتلة الذرية الجرامية هي تساوي قيم الكتل الذرية النسبية للذرات عدديا، ولكنها تقاس بوحدة الجرام. فمثلا الكتلة الذرية هنا للكربون 12 جرام، فإنه تكون الكتلة الذرية النسبية 12 وحدة كتلة ذرية AMU. ما عدد هذه الأشياء؟ ما المفهوم المستخدم لقياس الأشياء في الصور؟ الصورة الأولى gloves أو قفازات، الصورة الثانية قلمين، ماذا نلاحظ؟ زوج أي اثنان. هنا 12 قلم و 12 لون، درزا أو دزينة وهي 12. إذن هناك مفاهيم تستخدم لقياس أشياء معينة، نقول درزا من الأقلام للدلالة على
12 قلم، وزوج من الأقلام أي تعني قلمين. هل يمكن عد الذرات أو الوحدات البنائية في المواد الكيميائية الآتية؟ Fe الحديد، مول من ذرات الحديد. الكبريت S سلفر، مول من ذرات الكبريت. NaCl مركب ملح الطعام، مول من مركب كلوريد الصوديوم. ماذا نلاحظ؟ لا يمكن عد تلك الوحدات بشكل مباشر في العينة، لا نستطيع أن نعد الذرات في تلك العينات أو المركبات التي لدينا. ما هو المفهوم الذي استخدمه الكيميائيون لقياس كمية المادة؟ أحسنت، استخدموا مفهوم المول. عدد أفوغادرو. وصل العالم الإيطالي أميدو أفوغادرو بعد سلسلة من التجارب والأبحاث إلى علاقة بين كتلة ذرة واحدة من العنصر والكتلة الذرية الجرامية له، فوجد أن الكتلة الذرية الجرامية لأي عنصر يحتوي عددا من ذرات ذلك العنصر يساوي 6.02 ضرب 10^23 ذرة. وبالتالي فإن عدد ذرات الكربون مثلا في 12 جرام من الكربون يساوي 6.02 ضرب 10^23 ذرة، وكذلك الكتلة الجزيئية الجرامية للمركب فهي أيضا تحتوي عددا من الجزيئات للعنصر أو المركب يساوي 6.02 ضرب 10^23 جزيء. وقد سمي العدد 6.02 ضرب 10^23 من الذرات أو الجزيئات أو الأيونات أو وحدات الصيغ الكيميائية سميت بعدد أفوغادرو، وأطلق عليه اسم مول، ويمثل المول عددا ضخما من الوحدات البنائية من المادة. إذن عدد أفوغادرو ويرمز بالرمز NA نمبر أفوغادرو يساوي 6.02 ضرب 10^23. إذن المول N. المول هي وحدة قياس كمية المادة ويحتوي على 6.02 ضرب 10^23 من الوحدات البنائية من المادة. مثلا الكتلة الذرية النسبية للماء 18 جرام أو 18 AMU، وكما نعلم بأن كثافة الماء يساوي 1، إذن كتلة الماء وحجمه متساويين أي 18 جرام وحجمها 18 مل. إذن 18 جرام من الماء أو 18 مل من الماء يساوي 1 مول من الماء. قارن بين عدد الذرات أو الجزيئات أو وحدات الصيغة التي توجد في مول واحد مما يأتي. نبدأ من اليمين، الحديد، مول من ذرات الحديد كم يحتوي على عدد أفوغادرو؟ نعم صحيح، يحتوي على 6.02 ضرب 10^23 من ذرات الحديد، إذن وهو يمثل 1 مول. ننتقل إلى الماء،
الماء 1 مول من H2O أيضا يحتوي على عدد أفوغادرو وهو 6.02 ضرب 10^23 من جزيئات الماء. أما بالنسبة لمركب كلوريد الصوديوم NaCl 1 مول، إذن كم يحتوي؟ يحتوي على عدد أفوغادرو والتي قيمتها 6.02 ضرب 10^23 من وحدات كلوريد الصوديوم. سؤال: ما العلاقة الرياضية التي تربط بين عدد المولات وعدد أفوغادرو وعدد الوحدات البنائية؟ نعم، عدد المولات N يساوي عدد الوحدات البنائية N تقسيم عدد أفوغادرو NA. إذن عدد المولات N يساوي عدد الوحدات البنائية، وهنا نتكلم عن عدد الذرات أو عدد الجزيئات، تقسيم عدد أفوغادرو وهو NA، وكما نعلم هنا نقسم وهنا بينهما ضرب. إذا أردنا مثلا حساب عدد الذرات أو عدد الجزيئات نقوم بضرب عدد المولات ضرب عدد أفوغادرو، لكن إذا طلب منك حساب عدد المولات نقوم بقسمة عدد الوحدات، كانت ذرات أو جزيئات، تقسيم عدد أفوغادرو. سؤال: احسب عدد مولات عنصر البوتاسيوم K التي تحتوي على 1.505 ضرب 10^23 ذرة. نكتب القانون: عدد مولات البوتاسيوم يساوي عدد ذرات الكي تقسيم عدد أفوغادرو، وهنا عدد أفوغادرو ثابت كما نوهنا سابقا، وقيمتها 6.02 ضرب 10^23. إذن أن تساوي أن على إيه؟ إذن أن تساوي أن على أن إيه، ويساوي 1.5 تقريبا ضرب 10^23 تقسيم 6.02 ضرب 10^23. إذن الإجابة نعم 0.245، والوحدة هنا تقاس بالمول لأنني أتكلم عن عدد المولات، إذن وحدة قياس عدد المولات وهي مول. سؤال: احسب عدد ذرات الكالسيوم التي توجد في 2 مول من العنصر. نقوم بكتابة القانون كما قلنا: عدد الذرات أو الوحدات البنائية تساوي عدد المولات ضرب عدد أفوغادرو، ويساوي أن عدد المولات النسمول ضرب عدد أفوغادرو NA، وتساوي عدد المولات 2 وعدد أفوغادرو 6.02 ضرب 10^23. إذن عدد الذرات يساوي، نقوم بضرب عدد أفوغادرو في عدد المولات وهو هنا 2، الجواب نعم صحيح 12.04 ضرب 10^23، ووحدة القياس هنا أتكلم عن عدد الذرات، إذن الجواب ذرة أو أتوم. سؤال: احسب عدد جزيئات NF3 التي توجد في 3 مول منه. نقوم بكتابة القانون: عدد الجزيئات كما قلنا NF3، وهنا نتكلم عن مركب، يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوغادرو. عدد الجزيئات N كابيتال، ويساوي عدد أفوغادرو NA
ضرب عدد المولات N small وتساوي عدد المولات 3 وعدد أفوغادرو 6.02 ضرب 10 قوة 23، إذن عدد الجزيئات وتساوي 18.06 ضرب 10 قوة 23 مليكيول أو جزيء. وأخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلقاكم في درس آخر بإذن الله تعالى. مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين.